بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم مصادر الحياة. الحقيقة ان موضوع بدأ طبعا كالعادة يشغل الكثير من الناس، وهو حقيقة زيادة المعاشات في يوليو القادم وايضا المرتبات. وفي الواقع هو ده حديث الساعة في مثل هذا الوقت، بما اننا في شهر 6 والميزانية الجديدة هتبدأ في 1/7 القادم ان شاء الله. فمن صدى البلد بنشرح أو بتوضح الشائعات حول زيادة المعاشات في شهر يوليو القادم، بالتزامن طبعا مع تطبيق الموازنة العامة للدولة، وانت عارفين ان الموازنة بتبدأ ايضا شهر 7، الموازنة الدولة المصرية. والحديث عن زيادة المعاشات لم يواكب فقط تطبيق الموازنة، بل تزامن ايضا مع نشر جريدة رسمية لخبر توقيع على زيادة المعاشات، مما جعل بعض المواقع تتداول الخبر وتقول إن في زيادة جديدة في المعاشات، والخبر تاخد على محمل الجد والصدق دون قراءة النص الإجمالي الذي يوضح أبعاد الخبر وحقيقة زيادة المعاشات. طب ايه هي حقيقة زيادة المعاشات؟ الواقع لا زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل، وده كلام لصدى البلد. حتى وان كان القانون ينص على صرف علاوة دورية لاصحاب المعاشات بحد اقصى 15%، لان القرارات الاستثنائية الصادر بها قانون يلغي حكم المادة لهذا العام مؤقتا، وان كان لا يلغي الزيادة التي لا مفر من الحصول عليها بالطبع سواء مبكرا او في موعده. توقيع على قرار بزيادة المعاشات في وقت سابق لا ينفي وجود زيادة في المعاشات، ولكن لا يعني وجود زيادة جديدة يحصل عليها الموظفون في شهر يوليو المقبل تزامنا مع تطبيق الموازنة الجديدة. ومجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وافق نهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة، طبعا بعد مناقشات استمرت ليومين. زيادة المعاشات تضمنت الموازنة العامة 25/24 بدءا من أول يونيو زيادة في المعاشات، والتي تقدر ب15% بتصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بينص على أن زيادة المعاشات تكون في أول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما جعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل، وهو لم يحدث بنص القانون أيضا. هناك قانون صدر من مجلس النواب ينص على أنه استثناء من أحكام المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، يتم تبكير صرف العلاوة السنوية للمعاشات بنسبة 15% بداية من شهر مارس 24. وهذا التبكير في موعد صرف العلاوة يعني أنه لن يتم صرف زيادة جديدة في شهر يوليو، لأنه تم صرفها في شهر مارس. يبقى إذا الزيادة اللي هتيجي في واحد والناس بتروج لها دلوقتي هي تم صرفها في شهر مارس 24. مع العلم أن المستفيدين من الزيادة التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي هم كل الذين أحيلوا على المعاش حتى اليوم، وكذلك الذين سيحالون على المعاش حتى 30 يونيو المقبل، لأن القانون في الأصل ينص على أن المستفيدين من العلاوة الدورية للمعاشات هم المستحقين حتى 30 يونيو من كل عام، وبالتالي فإن تبكير صرف الزيادة لا يعني حرمانهم من المعاشات. بمعنى الزيادة نزلت في شهر مارس، واحد طلع معاه في شهر 4، هل الزيادة دي ما هتطبقش عليه؟ لا، هتطبق عليه، هتطبق على كل اللي خرج على المعاش لحد 30 يونيو 2024. طيب زيادة 15% ودعم أو زيادة 15% ودعم صندوق المعاشات تم بيان أمام إلقاء بيان أمام مجلس النواب من جانب وزير المالية، وقال إن حجم المخصصات الدعم لقطاع المعاشات في الموازنة الجديدة والذي ظهر تضمين الزيادة بنسبة 15%. أيضا نوه كذلك أنه تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المسحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة
2142 مليار جنيه خلال عام 24-25، منها مبلغ 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات على الخزانة العامة. جدير بالذكر أن الحد الأدنى للمعاشات هو 1300، وقد تم زيادته بعد ما كان 1105، إلا أنه في إطار زيادة الاشتراك التأميني فقد تم زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات. يتزامن ذلك مع وصول الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدل من 1700، إلى جانب وصول الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 بدلا من 10900 جنيه. إذا الحقيقة في زيادة المعاشات في يوليو 24 احنا، او الزيادة دي تم صرفها في مارس 24، وان كل من يخرج حتى 30 يوليو 24 مستحق لهذه الزيادة. ده كان حقيقة زيادة المعاشات والمنتشر حاليا في كثير من المواقع الإخبارية. في النهاية بشكر الجميع، وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر أتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا وإلى اللقاء.